تعلى فوق يا قمر وضوي عليه كل البشر نرجو ما تغيب علينا صحبة معك طول العمر وتعلى فوق يا قمر وضوي عليه كل البشر نرجو ما تغيب علينا صحبة معك طول العمر نعيشوا معاكو نتمنوا ونتبو نحكو لك خبر احنا الاطفال نغنوا نتونس بيك نستنوا نعيشوا معاكو نتمنوا ونتبو نحكو لك خبر وتعلى فوق يا قمر وضوى علي كل البشر نرجو ما تغيب علينا صحبة معاك طول العمر تعلى فوق في العلالي بينا في قلبي وفي بالي سمعني همس الليالي ويحلالي معاك السهر تعلى فوق في العلالي بينا في قلبي وفي بالي سمعني همس الليالي ويحلالي معاك السهر وتعلى فوق يا قمر وضوى علي كل البشر نرجو ما تغيب علينا صحبة معك طول العمر وتعلى فوق يا قمر وضوى علي كل البشر نرجو ما تغيب علينا صحبة معك طول العمر صحبة معك طول العمر صحبة معك طول العمر وتعلى فوق يا قمر وتبدأ الموهبة في الظهور من مرحلة الطفولة وتظهر بشكل مفاجئ عند الأطفال وتبدأ بالملاحظة نلاحظ أن هذا الطفل موهوب لأنه صوته جميل في قراءة القرآن الكريم والثاني موهوب في الرسم والآخر موهوب في الرياضة ونقول هذا موهوب أيضا في الفن أو موهوب في الكتابة أو في الاختراع وتكبر مع الطفل موهبته إلى أن يصبح كبير وهذه هي المرحلة اللي يجب فيها رعاية الموهوبين والتركيز على مواهبهم والاهتمام بهم أيضا والوقوف معهم في مواهبهم اللي هم يحبوها باش يقدروا يخدموا بلادهم في جميع مجالاتهم والطفل اللي عنده موهبة وما توقفش معاه أسرته أو أهله طبعا يحس نفسه ان هو طفل ناقص شيء وما يقدرش يدير حاجه لكن الطفل اللي عنده موهبه وتساعده اسرته وعائلته يحس ان هو ناجح وهم ومهم جدا في المجتمع إن شاء الله عجبتكم الحكايات اللي فاتوا باهي باش نبدو في حكاية جديدة وإن شاء الله تعجبكم حتى هي باهي ولنك ولنك الشلبيب زمزور في زمزور في كلام دوار شنو؟ وطيت لي الفلوس اللي قلت لك عليهم فلوس؟ فلوس شنو تحكي عليهم هذي؟ فلوس الرامو رامو؟ رامو؟ ورامو متاع شنو؟ تخرك يا راجل شنو بدأت تنسى؟
زهايمر حشاك، الحاجة اللي ما نقتنعش بها ما تخشش في دماغي. عاود عاود يا فالح، اليوم طهور ولد عيشة مرت صاحبك عثمان، ولا نسيت؟ ولا نسيت الفلوس اللي رمتهم عاد فطور صغارنا الحسن والحسين؟ هيا نوض نوض في سعد دبر لي الرمو نوض. ما عنديش فلوس، منين بنجيبهم؟ منين بوجبه ديما هو ما عنداش، تو نمشي لها عاد نقولها بالله عليك انا راجلي ما عطانيش الرمو اجلي طهور صغارك. انا اللي عندي قلته، ما عنديش فلوس، ما عنديش فلوس، منين بنجيبهم لك؟ منين التزامات الحوش ناقصين 60,000 حاجه. الناس لولا تقول خذ ورد وشارك الناس في مالها، والرمو حاجه اجتماعيه باش تساعد بها الاسره ونساعدوا بها اللي عندهم المناسبه وتخفف عليهم. هذاك زمان يا حنا، اما توا كل شيء يتغير. انت حكيتي لي بروحك اللي صار في عرس جارنا سليم. اسكت بالله، لا توا مش مصدقه روحي، اللي شفته في هذاك العرس عمري ما شفته في حياتي. تيني رافعه معي 20 دينار وشايفه بهم رويحتي. لما صار فيها الرمو إيه بعوينات اللي بياكلهم الدود والتراب، ريت ستيكات للف والالفين يتلاوحوا فوق من روسنا، والمية والميتين ما عادش يلعبوا. دسيت هذوكم العشرين اللي رافعتهم وروحت، الله غالب علي. مباراة قوية كانت، ما قدرتيش تلعبي فيها. عندهم حق، عنادهم يا ماما عنادهم، ها يعطوا حتى أكثر من هيك، وكل واحدة تطوق على الثانية عاد، ها رجلها غني والتانية والتانية شنو بنقول لك عليها، باش نسوين كلهم يقولوا يا سلام يا سلام رجلها عنده فلوس. قعدنا احنا نصوا في ريقنا، وقعدنا احنا عدلي ما عندنا زيهم نشبحوا لبعضنا. شوية شوية بدينا بالوحدة، كل وحدة تروح والتانية تلحقها، روحنا لحياشنا متنكدين. وكل وحدة عاد تعاركت مع رجلها وبدت عاد وقالت له خير خليتني مقهورة بين النساوين. وها ده اللي صار، وما زال تبي تمشي للترميو أما لا شنو، لا باس على سبار الناس. وبعدين عيشة مرت صاحبك عثمان مش زيهم، امرأة زمنية وتفهم في الوصول. أنا قلت لك ما عنديش، يعني ما عنديش، شن تبيني نتسلف؟ وكان تسلفت شنو فيها؟ أول مرة تتسلف؟ نتسلف نتسلف أنا نتسلف لما تقضي نبدو بها حاجة مهمة نتسلف، علاش يمرض حد من الصغار لا سمح الله؟ أبعيد السو عليهم صغيرتي، تحرك من مكانك. باش من ديلك مالي، شن بنفهمك؟ كيف بنفهمك؟ كيف تبي نتسلف؟ كيف بس علاش؟ يا حليلي وين ندرق وجهي، شن بيقولوا علي نساوين؟ سيور الأمور تتحسن بإذن الله، وبعدين نرفعوا لها، شن فيه مش مشكلة، إن شاء الله تشيلها حتى لعبة للصغار. ونساوين اللي قالوا لي بيختموا علي شن نقول لهم؟ نوض نوض جيب هذاك الخاتم، هو راس لحويتة يا عيشة برا بيعه باش نرمي للمرأة على خاطر الرمو. نبيعوا الخاتم؟ مش انت اللي تواجه في النساوي، عندك الحق. ولما تدد لها الدوة عاد عليا ويقولوا عليا بخيلة والناس ترميلها وهي ما ترميش، وباهي عاد هكي توا الدوة لما يحطوني نساوين ويقولوا لي شنية خيرك ما مشيتيش على خاطر الرمو وبعدين بيفوتوا عليا شو بنقول لهم انا؟ قولي لهم قولي لهم طحت ارفع لي المستشفى. بعيد السو عليا. وتو بعد ما سمعت الحكايه وعجبتكم ولا حسب حسيتك ان الفرحانين هو شو بنقولوا بعد الحكايه؟ خروفه ما خروبه قالت
أصدقاء وصلت أو تابعت المسابقة وبدأت تجمعوا في الحلول الصحيحة، وسمعت إن في العائلات بدأت تساعد في صغارها باش يوصلوا لنتائج جيدة. المسابقة حلولها أو درناها أصدقائنا الأطفال في قصص وحكايات، والغرض إن الطفل اللي يتبعد على الحاجات هذه يعيش متهني وسعيد وبعون الله ويفوز برضا الله. وتوا جهزوا أوراقكم وكلامكم واستعدوا للمشهد التمثيلي وللمسابقة، وإن شاء الله ربي يوفق الجميع. بعدين انت ما تعرف شيء، هذا ما عنده حد. كيف ما عندي حد؟ عندي امي. قلت لك اسكت لما تكلم، انا ما تزيدش حتى كلمة. عيب عليك الكلام اللي تقول فيه، هذا ولاد يتيم. ما خصنيش فيه يتيم ولا مش يتيم. لا حول ولا قوة الا بالله. امال انت هكي اقعد بروحك، العب بروحك. هيا يا ابراهيم. لا يا بناتي نسألكم، ما تسأليناش احنا مش فاضيين. سؤال واحد بس نسألهم، ولا بك عارفين وين يسكنوا؟ هاي تفكر احنا ما نعرفوا حد. ايوه انت مش من سكان المنطقة. ايوه من سكان المنطقة. انت من الدوري؟ بس كفاها ترد عليها. كيف ما خصنيش فيها عشان طلبت منك فلوس؟ هي بتسألك وبس. انا بيش حد يسأل الدور حتى تسأله. خير احنا ما تسألناش. لا يعني لا، ما تاخديش كلامها. من الدوري؟ انا ندور في حوش. شوف ما تفهمش في كلام بك، قلت الدوري واحد تاني تسألها. وانت خيرك عصابك راقيات. ان شاء الله تسألي لغدو، والله ماني رد عليك. وبعدين بالله عنا دوا من الوقت. هيا وخيتي خليها، حتى انا ما عنديش معاها دوا. وعلاش هذا كله خط السؤال ما ناقص اللي تطربيني. ايه نضربك. هيا نمشي من قدامي. لا حول ولا قوة الا بالله. هيا وخيتي نمشوا، حتى انا من اليوم عادش مكلمتها. شفتم الأطفال يقدموا في المشهد التمثيلي؟ هدوما سموهم موهبة. وزي ما تكلمنا في بداية الحلقة عن الموهبة، نزيد نأكد إن العائلة هي أول من تلاحظ الموهوبين من أطفالها، والمدرسة طبعا هي الأساس في صقل المواهب والتعريف بها، باش الأطفال هدوما يمشوا في مسارهم الصحيح ويساهموا في بناء المجتمع، ويبحثوا عن جمعيات أو دورات تنمي مواهبهم وتسقلها، وهيك يكونوا في الطريق الصحيح. وتوا يا أطفال، ظنيتكم ماليكم أظن ماليكم يستنوا فيكم. وفقكم الله، وإلى اللقاء. وتعلى فوق يا قمر وضوى على كل البشر، راجو ما تغيب علينا صحبة معك طول العمر. نعيشوا معاكو نتمنوا ونتبو نحكو لك خبر. احنا الاطفال نغنوا نتونس بك نستنوا، نعيشوا معاكو نتمنوا ونتبو نحكو لك خبر. وتعلى فوق يا قمر وضوى على كل البشر، مراجو ما تغيب علينا صحبة معاك طول العمر. تعلى فوق في
من على ليلي ما في قلبي وفي بالي سمعني همس الليالي ويا حلالي معاك السهر وتعلى فوق في العلالي ولي ما في قلبي وفي بالي سمعني همس الليالي ويا حلالي معاك السهر وتعلى فوق يا قمر وضوى لكل البشر انراجوا ما تغيب علينا صحبة معاك طول العمر وتعلى فوق يا قمر وضوى لكل البشر انراجوا ما تغيب علينا صحبة معاك طول العمر صحبة معاك طول العمر صحبة معاك طول العمر وتعلى فوق يا قمر.